السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الريكاب في ار بنقدر احنا نضيف بعض المؤثرات، زي ان احنا مثلا نضيف فاير بالشكل دوت، وطبعا الفاير بتقدر تعمل عليها سيلكت، تقدر تعمل لها موف زي ما انت عايز، تقدر تدوس عليها رايت كليك، تقدر انت بقى تعمل لها موف، تقدر تعمل لها دوبليكيت، تقدر تعمل لها ديليت، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. ممكن تلاقي فيه سموك، انت عايز تعمل دخان بالشكل دوت. ممكن نضيف اير ديست، تبقى فيه زي هواء ملوث، تقدر تختار اللون بتاعه والشكل بتاعه.